هلا انا بعد ما تاكدت اني انا فركت بالطريقه اللي انا بدي اياها يعني هيك صار ممتاز ما بدي اكثر من هيك يعني انا بدي احس انه طعم طحين طعم عفوا سميد مو طحين. هلا بنعجنه يعني هلا ياخذ كفايته حليب وماء زهر. بتحب تضيفي ميه ورد كمان بصير بس انا شخصيا ما بحب بس ماء الزهر كتير اطيب في يعني هاي أذواق. في ناس ما بتحب لا ماء زهر ولا ماء ورد مي وحليب بودرة بصير عادي انت يعني اختياراتك يعني الموضوع كثير. هلا نرجع من بنلمه من بس بس نعجنه خلاص حسب ما كفايته من السوائل لا اقدر انا اشكله طالما هو مو متماسك ما فيك تحشيه صعب يعني انا هلا حاسه انه هو ياخذ كمان بده كمان بده ادير لك شويه وانت قولي لي بس حطي كمان حطي عادي حطي لي كمان ماء زهر خلص كافي حليب بدي ماء زهر لان بحب انا شخصيا بحب نكهه الماء زهر عادي لا تخافي ادولي ادولي عادي لانه ما شاء الله كميه اوكي خلص يسلم بسم الله بسم الله عجنه لا يتماسك شفتيه بحتاج ضيفي بدك تحطي مي انا والله يعني انتم شايفيني ما عم بستعمل مي نهائيا لا يعني الزاكي الاشياء بدون مي اللي بقول لك انه ماء الزهر بخليه طعم مر لا تصدقيه لانه هو اصلا ماء الزهر هذا مو مركز هذا مية الزهر مخففه اللي بالسوق